خوتي السلام عليكم، تنتمنى تكونوا بخير كيف ما ديما. اليوم ان شاء الله عندي لكم واحد الفكره جديده. انا دائما تنشوف الحاجه اللي غادا تفيدكم راه هي اللي تندير عليها الفيديو. مثلا الا كان شي حد فيكم باغي يشري شي تليفون غادي نسهل عليه كيفاش يختار بحكم التجربه. مثلا انا تيدخل عندي شي كليان وتيبقى تيفكر شنو ياخذ، واش هذا ولا هذا ولا هذا، على حسب الفلوس اللي عندهم بطبيعه الحال. انا غادي نعطيكم التليفونات اللي خدوهم الناس بزاف وشكروهم، حيت كاين اللي كيدي تليفون من عندي وملي ترجع تنسولو وتيقول لي واش عجبو ولا لا، واش ناقص مثلا في باتري ولا ثقيل ولا تيتكوانسا. وهذوك التليفونات اللي لقيت فيهم مشاكل راني ما جبتهمش لكم هنا، جبت لكم غير التليفونات اللي المهم شكروهم الناس. ولكن مهم واحد المساله غادي تشوفوا على حسب الفلوس اللي عندكم، حتى التليفونات راه ماشي شي حاجه اللي نيت، ولكن راه على حسب الفلوس. راه كاين تليفونات اللي توب ممتازين ولكن راه الثمن حنا كنشوفوا الى عندك مثلا 500 درهم شنو الاختيار اللي ممكن تاخذ، ولا عندك 700 درهم شنو هو احسن اختيار، ولا عندك 1000 درهم يعني شنو هو احسن هاتف ممكن تشريه ب 1000 درهم مثلا. وهادشي اللي كاين، انا بحال دير راسك نضرك في المحل داخل وسالي كتقلب وسالي يعني واحد النص ساعه تقلب وفي الاخر زقيت على الاختيار اللي بغيتي تاخذه انت. المهم نبداو بارخص هاتف ممكن، هو الاسطاش بلس. هذا تيدير 460 درهم بالجمله، فيه 1 جيجا في الرام و8 جيجا في ستوكاج، وفيه غير 3 جيجا ماشي 4 جي. هاد الهاتف على قد الحال، المهم راه قاد الغرض. الباتري عادي، الكاميرات عاديين، السرعه ديالو عاديه، ننظر نشوف شي تكوانس حتى حد ما قال لي تكوانس عليا. المهم التليفون كيبقى قاد الغرض. بالنسبه للانسان الكبير في السن، الانسان اللي بغى ياخذ الوالده ديالو ولا الوالد يبقى يهضر معاه في واتساب راه خدام ليه. الانسان اللي باغي ولده مثلا يقرا راه خدام للقرايه. لي جو يعني كاندي كراش مثلا، سابواي مثلا، كلمات متقاطعه، شي حاجه بحال الشكل. هادشي اللي كاين، نفوتو هاد التليفون ونشوفو تليفون اخر. هذا البوب دو بلس. البوب دو بلس الثمن ديالو هو 680 درهم. هذا هو الثمن ديال الجمله ديالو، 670 680. المهم هذا داير دابا 680 درهم جمله. هذا فيه 1 جيجا في الرام و16 جيجا في ستوكاج، وهو غير 3 جي ماشي 4 جي. نقطه القوه ديالو هي راه فيه في الباتري 5000 ميلي امبير. هذا الباتري ديالو راه تيدي بزاف، فيه لومبران، فيه بزاف ديال لوزوبسيون. هاد التليفون تباع بزاف، هذا تقريبا نفع اكثر من 100 مره، هذا ربعته اكثر من 400 مره، وكلشي تيشكرو صراحه، كلشي تيشكرو. النقطة يعني الحاجة اللي ناقصة فيه هي راه ماشي 4 جي غير 3 جي، ولكن الباتري ديالو راه مجهد. على حسب الفلوس اللي عندك، هذا راه اختيار مزيان. على حسب الفلوس اللي عندك كاين أحسن منه، ولكن زيد شوية الفلوس. حنا تنهضرو على أحسن اختيار بأقل ثمن ممكن. نجيو دابا لسامسونج. سامسونج تتعطينا الأزير وان كور. الأزير وان كور تدير ليه 770 درهم 4 جي. هذه نقطة القوة ديالو أنه 4 جي، فيه 16 جيجا في السوكاج و 1 جيجا في الرام. هاد التليفون أخوتي المشكل اللي فيه هو تيتكوانسا. هاد التليفون راه تيتكوانسا. علاش تيتكوانسا؟ حتى بزاف الناس راجعوا عندي، ماشي بزاف كوميم، المهم كاين شي ناس راجعوا عندي قالوا لي راه تيتكوانسا. الناس اللي تيانصاليو فيه بزاف ديال لي زابليكاسيون، تيعمروا بزاف لي زابليكاسيون، تيبقاو خدامين بزاف، ولا تبرونشي في الشارج وتبقى خدام به، راه تيتكوانسا. ملي تيتكوانسا راه ماشي شي حاجه اللي كراف، راه كاين الحل ديالو، غير فيه وشعلو. ما بغاش يطفى لي كنوريك نحلو، من بعد غنوريك الطريقه كيفاش دير باش لي تكوانسا ليك بلا ما تمشي عند المعلم. راه انت بوحدك كترودي ماري بحال كتفصل ليه الباتري. هاد التليفون تيبقى اختيار مزيان، تيدير 770 درهم الثمن ديال الجمله. نجيو لهاد الهاتف اللي صراحه مزيان، انفينيكس راه مزيان. كاين اللي غايقول لك الانفينيكس عيانه، الانفينيكس كتكوانسا. هاد التليفون اخوتي ما تيتكوانساش بحكم التجربه، حتى حد ما قال لي راه تكوانسا ليا، كلشي اللي داو شكروه. بالنسبه للمشكل ديال الشركه ديال الانفينيكس، انفينيكس اول ما بدات كانت مزيانه بزاف، من بعد بداو تيلعبوا، بداو تيفكروا الفلوس اكثر من الجوده. بدات الكاميرا كتنقص، بداو التليفونات ديال اللي تديرهم تيتكوانسا والرام ناقصه. مهم دابا هاد التليفون هذا، مهم راه سمارت 5، هادي ماشي سمارت 4 ولا شي حاجه، هادي سمارت 5. هاد التليفون حاليا راه ولا مزيان، الثمن اللي زيت بدلوهم، مهم ولا سريع. المهم هاد التليفون الثمن ديال الجمله ديالو 935 درهم، فيه 2 جيجا في الرام و32 جيجا في ستوكاج. بالنسبه للانترنت راه 4 جي، والباتري راه فيه 5000 ميل امبير. هاد التليفون تنصحكم به، راه زوين بالنسبه للانسان اللي عنده تقريبا جهد 1000 درهم، 1200 درهم، 1020 درهم، 1030 درهم، راه ممكن يشري هاد التليفون. هذا كيبقى مزيان تنصحكم به، ولكن احسن هاتف كاين في هاد الفئه السعريه اللي صغيره هو هذا. هذا احسن هاتف على الاطلاق، هذا يهنيك. نرجع لهذا، سمحوا لي نرجع لهذا. بالنسبه للدراري اللي خداو هذا على قبل الالعاب، راه ما خدامش لكم لي جو. التليفون ما خدم لا فري فاير لا والو، خدام لي جو العاديين، لي جو اللي تقال راه ما خدامش لكم. التليفون اللي خدام الالعاب هو هذا ريلمي سي 11، يخدم لك الالعاب فري فاير، بابجي، كال اوف ديوتي، يخدمهم، ولكن ماشي الاعدادات الكبيره كاع، ديما غتنقص الاعدادات. المهم راه خدام البروسيسور ديالو، راه المهم باتري بالنسبه للباتري، الكاميرا، الكاميرا مالا الله يهديك. المهم هذا تيجينا تيدير 1030 درهم، 2 جيجا في الرام و 32 جيجا في الستوكاج.
نجيو دابا لهداك الله هو هذا الباتري فيه 5000 ميلي امبير، الكاميرا فيها 13 ميجا بيكسل، الكاميرا صافي عليها بين وبين ولنقاد ديال الغرض. الباتري راه توب، الباتري راه 5000 ميلي امبير مزيانه، الكبر ديالو راه كبير. بالنسبه للبروسيسور راه الهيليو جي 35، بروسيسور مزيان وغيمينغ بروسيسور يعني تيدعم الالعاب. هاد التليفون تنصحكم به بزاف، خذوه يعني كيبقى ارخص هاتف ولكن فيه مواصفات ممتازه، مواصفات ماشي ممتازه ولكن مزيانه، بعدا مزيانه التليفون مزيان على قد الثمن ديالو. دابا هادشي اللي كاين خوتي، نتمنى تكونوا استفدتوا. راه كاين واحد الجزء اخر عاوتاني، ولكن الجزء الاخر ثاني غنديروا فيه هو تيفخري مثلا بحال بوكو اكسترا و بحال الام 11 بحال، ولكن ان شاء الله في الفيديو الجاي باش ما نطولش بزاف الفيديو. دابا خوتي غنحل لكم هاد التليفونات، اللي بغى يبقى متبع معايا متبع معايا، هو داك اللي ما بغاش راه ماشي مشكل بلا ما يبقى ضيع الوقت ديالو. غير بغيت تشوف شنو كاين، شنو تيجي مع هاد الهاتف مثلا، واش فيه لي زيات ما فيهش، بحال هاد الامور ايبوكسينغ وصافي. هادشي اللي كاين هذا سامسونج، هذا المشكل ديالو بغيت نوريكم ملي تيتكوانسا شنو الحل اللي دير ليه. هذا مثلا كتكون خدام به، هذا سامسونج راه تيجي مع لي زيات، تيجيو مع لي زيات. هاد لي زيات ضروري يكونوا، هادو اوريجينال راه كي تقدر ما تلقاهمش في كارطونه الله يهدي بنادم. المهم هادو راه تيجيو في كارطونه ومع شارجور دوريجين ديالو. هاد اخوتي في حاله مثلا الا تكوانسا ليكم، راه تيتكوانسا بكثره الخدمه تيتكوانسا، مثلا كاين اللي ما تيزقاش التليفون خدام به النهار كامل، واحد الوقيته يقدر يتكوانسا بكثره لي زابليكاسيون. حيت الا تكوانسا تتكليكي على البوطون ديال الشعيل والبوطون ديال الناقص ديال الصوت. اول حاجه هو البوطون ديال الناقص ديال الصوت، تبقى مرك عليه وتتورك على البوطون ديال الشعيل وتبقى مرك 9 ثواني. اشنو تيوقع؟ بحال قلتي كتحيد ليه الباتري وترجعو، فهاديك الحاله كيعاود يشعل حتى لو كان مكونسي راه تيشعل. هادشي اللي كاين، نحيدو هاد السامسونج، حنا حليناه وشفنا شنو فيه لداخل، نوريكم هذا شنو تيجي معاه. ريلمي سي 11 هذا حلينا ديجا قبل، ريلمي سي 11 هو هذا، فيه اللوين الاخضر واللوين واحد اللوين بحال الرمادي زوينين. هاد التليفون تنصحكم به صراحه، جربته راه زوين بزاف التليفون، يعني الا خديتي تاخذو بقل من 1100 درهم، 1080 درهم تقدر تشري، او 1100 درهم زائد البوشيط مثلا، ولا يقدر يعطيك مثلا سكرين. هادشي تنديرو انا، وكل واحد حر، كل واحد يقدر يبيع عادي، راه كي تقدر تبيع حتى بكثر. المهم انا تنبيعو بالثمن، كل واحد حر، باش ما بغي يبيع يبيع، هذيك حريه ديال الانسان الشخصيه ديالو. نحيدو هاد التليفون هذا، نرجعو للسمارت 5، نديرو الايبوكسينغ حتى هي سمارت 5، نوريكم تيجيو مع واحد الزيت زوينين. السمارت 5 حاليا راه مزيان، السمارت بدات شويه تتقاد الامور ديالها، راه كانت واحد القيسه كانت كاميرا عيانين تتبلوكا. المهم هذا انا ماشي كنجربو انا 100%، دابا انا كبيع وشري كيشري من عندي مثلا واش واحد التليفون كيدي واحد 3 4 اشهر كنسولو تنقول ليه كيدير التليفون، تيقول لي ودي راه مزيان. هذا هو راه ما يمكنش انا بحال اليوتيوبر الاخر، راه ما يمكنش يجربوا التليفون في سيمانه ولا في نهار ولا في يومين، كيجربوها في نهار. تنسول الناس اللي شراو معندي التليفون وتنقول لهم كيجيكم التليفون واش مزيان ولا لا، ولا شنو الناقص اللي فيه. كاين مثلا هذاك سامسونج قالوا لي كيتكوانسا، وفعلا شحال واحد ترد لي كوانتي تنعاود نخدمو ليه. هو هادشي اللي كاين، هذا مزيان داير فيه واحد الديكور زوين هنايا في اللوين ديال واحد المويجات نقدروا نبانوش هنا. المهم الديزاين ديالو زوين، الكاميرا مزيانه صافي عليها. شنو تيجي معاه لداخل؟ تيجي معاه شارجور، تيجي معاه لي زيات نوع جديد ديال لي زيات ديال انفينيكس. هاد لي زيات راهما زوينين ماشي بحال لي زيات الاولين. الكابل عادي ماشي تيب سي، وتتجي معاه بوشيط، راه تتجي معاه بوشيط، هي بوشيط عاديه قاصحه. نفوتو هاد حتى من بعد نقادو، نحيدو هاد الانفينيكس من بعد نقادوه. نجيو للتكنو بوب دو بليس، هذا صراحه انا خذو، هذا انسان اللي ما عندوش فلوس على قد الحال ياخذ هذا، راه زوين والله الا زوين، رخيص وزوين. تيدير 700 مره 720 درهم مره لا مره 680 درهم مره 670 درهم. هادشي اللي كاين، نحلو تا هو نشوف شنو تيجي معاه. تجي مع بوشيطه زوينه واحسن من البوشيطه اللي كتجي مع الانفينيكس. شحال تاهي، سمحوا لينا نديرو غوفيزي، سمحوا لينا. هذا كيجي في اللوين صفر واللوين كحل واللوين زرق. هاد التليفون زوين، فيه 5000 ميلي امبير اور في الباتري، كيدير شارج بزاف، هذا نقطة القوة ديالو هي الشارج. لي زيات وشارجور الكابل من طبيعة الحال، وهذا هو البوشيط ديالو، راها ديال الإلاستيك وزوينة. بالنسبة ل راه فيه عام ديال الكارانتي، حتى الكارانتي راه فيه، راه فيه الكارانتي هذا، كيرجع للشركة إلا كانت شي حاجة، قسما بالله ما عمرني رجعت للشركة هذا، كلشي الناس يدوه، كلشي تيشكرو صراحة. 3G على قد الحال ولكن راه خدام، المهم راه خدام، حتى شوية نقاد هادشي. بقينا آخر هاتف هو هذا، نديرو ليه إيبوكسين، تشوفو تا هو كيفاش داير، هذا راه زوين تا هو والله إلا زوين. المشكل اللي لقيت فيه هو الا تهرس لشي واحد مثلا طيحو هرسو
صعيب باش تلقى لا فيشور ديالو. اما بالنسبه للخدمه راه خدام باتري صافي عليه، ماشي شي باتري اللي سريع صافي عليه، فيه جوج لوينات، فيه الكحل، فيه اللون الصفر وفيه اللون كحل، هذا هو تنظنوا كحل، هذا كحل. ها هو شتو هاد اللوين فيه كحل، راه كبير بارك، راه كبير. كان في الاول 16 كان ناقص، وخا فيه البصمه كان ناقص بلوس، ملي ولا 16 بلوس ولا سرع طلع فيتشر ديالو في واحد اللوين زوين، حتى اللوينات فيه راه زوينين، وفي الضوء تيبان واضح مزيان، هتولي فين والله الا زوين. الانسان اللي عنده فلوس على قد الحال 500 درهم 520 درهم راه تاخذ التليفون حتى 550 درهم راك تاخذو تليفون زوين ورخيص للقرايه والناس الكبار في السن مثلا اللي باغين غير يهضروا في الواتساب مثلا وفي هاد الامور مع وليداتهم وداكشي. كتجي مع بوشيطه قاصحه، بوشيطه عاديه، وكيجي معاه ليزياس وكابلي، وهذا تيجي مع الباتري. هذا هو الهاتف الوحيد اللي كيتحل في التليفونات كاملين، كتركب لي الباتري من التحت. هادشي اللي كاين اخوتي، وصلنا للنهايه ديال الفيديو، تنشكركم بزاف، وان شاء الله كاين واحد الفيديو اخر ثاني من بعد هذا. نتنطلب منكم واحد الحاجه اخوتي، تابوناو وبارطاجيو، راه كاين اللي غادي يبغي يعرف التليفونات الرخاص، اللي عندكم شي واحد في العائله بارطاجيو مع الفيديو باش حتى هو يستافد، باش يعرف التليفونات شحال دايرين. انا تنعطيكم الثمن ديال الجمله، وانتم راكم عارفين شحال تعطوا السيد. الهدف شنو هو؟ هو ملي تشري التليفون تعرف داك السيد اللي بالك التليفون شحال ربح معاك، راه هذا هو الهدف، فقط هذا هو الهدف، تعرف مول المحل شحال ربح معاك ديال الفلوس، كتمشي مرتاح. هادشي اللي كاين. بارطاجيو اخوتي هذا الفيديو، الله يرحم لكم الوالدين، واعطوني اللايك، الله يرحم لكم الوالدين، وتنشكركم بزاف كيعطيتوني كيما عطيتوش اللايك، الله يكثر خيركم. هادشي اللي كاين، صبحوا على خير، الله يرحم لكم الوالدين، الله يعاونكم.